أصبح المعجبون مؤخرا غاضبين بسبب مقال تم إصداره يتحدث عن جي سود وبلاك بينك، حيث أصدرت مجلة رولينج ستون كوريا مؤخرا مقال عن المجموعة العالمية بلاك بينك، ولكن هذا المقال أثار غضب البلينك كثيرا. أوضح المقال أن جيسو ليس لديها موهبة بارزة في المجموعة، حيث قال المقال التالي: على الرغم من أنها لا تمتلك الموهبة الأكثر تميزا في المجموعة كمغنية أو راقصة، إلا أن نجاحها كان أكثر وضوحا. قصدت المجلة مدح جيسو وأرادت إظهار نجاحها على مر السنين، ولكن وضعت المجلة جيسو في مقارنة مع الأعضاء الآخرين وأنكرت موهبة جيسو الإجمالية. لذلك اجتمع البلينك معا لنقل غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، وطالبوا من مجلة رولينج ستون تقديم اعتذار إلى جيسو لإصدار مثل هذه العبارات التي لا أساس لها من الصحة. وصل البلينك دعم جيسو تاركين تعليقات غاضبة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وخلال 4 ساعات فقط احتلت عبارة حماية جيسو المركز الأول بين أكثر المواضيع انتشارا حول العالم عبر تويتر، وكذلك احتلت عبارة حماية ليسا المركز السادس. والآن تواصل قواعد معجبين البلينك حماية أعضاء بلاك بينك حتى تزيل المجلة جميع المقالات التي تقلل من الأعضاء. في هذه الأثناء كانت مقاطع البوب الكوري الأكثر مشاهدة على مخطط كيو كيو الصيني سولوجين التي حصلت الآن على أكثر من 25 مليون مشاهدة، ومن ثم لليسا مع أكثر من 15 مليون مشاهدة، ومن ثم روزي بأغنية On The Ground مع أكثر من 13 مليون مشاهدة، ليصبح أعلى فنانات بوب كوري مشاهدة على هذا المخطط. في إخبار أخرى، في الأونات الأخيرة أحدثت عودة فرقة إسبا جدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوكالة SM. على وجه التحديد ادعى مستخدمي الإنترنت أن وكالة SM تكذب بشأن إنجازات ألبوم إسبا الجديد جيرلز، ومع ذلك لا أحد ينكر أن وكالة SM تحظى ببيع جيد جدا لألبومات فنانيها. ووفقا لآخر تحديث لمخططات ألبوم جاون والذي يسمى الآن مخطط الدائرة للنصف الأول من عام 2022، تصدرت وكالة HYBE جميع وكالات البوب الكوري. كانت وكالة HYBE في مقدمة سوق بيع الألبومات المادي بإجمالي أكثر من 11 مليون نسخة، وجاء في المركز الثاني وكالة SM بإجمالي أكثر من 7 مليون نسخة، في حين أن وكالة JYP جاءت في المركز الثالث وستارشيب في المركز الرابع. وفي المركز الخامس جاءت وكالة YG بنسبة ضئيلة للغاية وهي 1.6 مليون نسخة. ومع ذلك فإن مبيعات الألبومات ليست الموضوع الوحيد للمناقشة، فدائما اعتقد مستخدمي الانترنت ان وكالة SM تتبع استراتيجية استخدام فنانين الشركات الاخرى للترويج لفنانيها. على وجه التحديد ظهرت مجموعة من المقالات تؤكد ان وكالة SM مهووسة بفنانين وكالة YG، وذلك بعد ان تابع حساب وكالة SM الرسمي فجأة حساب فرقة بلاك بينك على سبوتيفاي، لان بلاك بينك مجموعة الكيبوب الوحيدة التي تابعتها وكالة SM. ليس هذا فقط، فالرئيس التنفيذي لشركة SM تابع حساب أيوة بلاك بينك وتراجر وجاي دراجون وجيني بشكل مفاجئ على الانستغرام. وبعد أن انتشرت تلك الأخبار على نطاق واسع في كل مكان، بدأ المعجبين في الضحك على حقيقة أن وكالة كاملة مثل SM بأكملها تتابع حساب فرقة بلاك بينك على سبوتيفاي، وكأنهم لا يستطيعون صنع مجموعة موسيقية مثل بلاك بينك. واستمرت المنشورات والتعليقات الساخرة من وكالة SM في التزايد، وعلى الرغم من موجة الضحك هذه، إلا أن بعض المعجبين قالوا أن عقد بلاك بينك سينتهي مع وكالة YG في عام 2023، لذلك سينتقلون إلى وكالة SM. بينما ظهرت بعض الآراء الأخرى أنه ربما سيكون هناك تعاون قادم بين فنانين وكالة SM مع فرقة بلاك بينك. وعلى الرغم من كل هذه الآراء، إلا أنه بعد بضعة ساعات قليلة من متابعة الرئيس التنفيذي لوكالة SM حساب جيني وبلاك بينك، إلا أنه قد ألغى المتابعة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.